الإمام الحسن عند بنيه عفية اسمها فاطمة زوجها لابن الحسين ياهو الإمام علي بن الحسين اللي خلفت لياهو الإمام الباقر عليه السلام اللي يقولون عنها المرأة التي أبوها إمام وعمها إمام وجدها إمام أخوي وزوجها إمام بعد وولدها إمام وحفيدها إمام فاطمة أبوها الإمام الحسن عمها الإمام الحسين جدها الإمام علي بن أبي طالب زوجها الإمام السجاد ابنها الإمام الباقر حفيدها الإمام الصادق عليه السلام شوف شلون تطلع هاي المرأة هاي المرأة الطاهرة الزكية اللي مرت على جدار حائط جدار حائط أراد أن ينقض راد يطيح وضعت يدها عليه قالت والله لا يحق لا وحق جد المصطفى لا تقع لا تنقض حتى أجتاز منك فبقى الحائط لا إلى السماء لا إلى الأرض حتى اجتازت من تحته ثم انقض على الأرض